نعم. طيب نجي الآن معدل البطالة، وش يفيدنا معدل البطالة فيه؟ سؤال آخر مهم. معدل البطالة هو يعطي مؤشر إلى نسبة البطالة في الاقتصاد. وفي سؤال وفي نقطة مهمة اقتصادية، ليس جيد أن يكون، وربما أخشى بأن لا أهاجم، أيوة. ليس جيد أن يكون صفر، توظيف عالي، أن لا أو أن صفر، يكون صفر بطالة، لأنه يرتبط بالتضخم. يا سلام. صفر بطالة هذا يعني الناس كلها تشتغل، هذا يعني في قوة شرائية، يستشعر التجار هذا، يرفع الأسعار، يصبح في تضخم لدينا. وفي قانون اقتصادي لفريدمان أو نظرية فيليبس شيء يطلق عليه معدل البطالة الغير مسرع للتضخم. يقول لك لابد أن يكون في الاقتصاد معدل بطالة بنسبة معينة حتى لا يصبح التضخم لديه مرتفع، وهي لها معادلة رياضية. أنا متأكد بأن كل الدول في 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 الوزارة أو في وزارة الاقتصاد أعتقد تأخذ هذه المعادلة بعين الاعتبار. السؤال المهم، ليش في رؤية المملكة 2030 قال لك أنا بحلول العام 2030 ستكون معدل البطالة عندي 7%، ليش ما قال صفر؟ هذا رقم، يعني الرقم هذا يعني رقم مهم، ليش؟ مقبول يعني، مقبول. هذا يعني أنه يعون هذه المعادلات ويعنون هذا المفهوم. لذلك لا تجد في أي اقتصاد معدل بطالة صفر، لا تجد، لا تجد. وهو يعني التوظيف الكامل على التوظيف ما يقال الكامل في هذا، نظرية الكنزية، ما نعم التوظيف، لا هو التوظيف الكامل في النظرية الكنزية لا يعني فيها معدل البطالة، هو التوظيف الكامل للاقتصاد، لكل الاقتصاد، للاقتصاد بموارده، بكل شيء، في موارده التوظيف الكامل للاقتصاد، وليس يقصد في معدل البطالة.